قضيه جنسيه محضه وهذيك سياسيه محضه ولا عندها اعتبارات جابتي دابا انت دابا دابا هذاك عنده الضحايا هذاك عنده المشتكون عنده فيديو ايوا تكمل كمل إيه؟ لان انت لان شو درتو في الفيديو ضربت بين هذا وهذا شتان انت 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 داير دابا صرات لكم حل قضيه مرداس انت مرداس قالوا في الاول قضيه سياسيه وكذا تبين القضيه في الجنس والمال هذا فيه الجنس هو الاستغلال ايوا شنو اخر واش مشيتش اش ديروا هذا الخلط ساديتي 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 انتوما والقانون شكل اخر وساديتي حبيبي يمكن ندوي او ممنوع عليا الكلام راك دويت من اللي بدينا انت كدوي دابا الراجل سمعوا هذا هو هذا هو اول واحد بدا يدوي هذا هو المثال ديال 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 المؤسسات المغربيه هذا هو المنهج ديال المغرب ملي خديت الميكرو هو كيتكلم وتهمني انني انني كنت كنتكلم شكون اول واحد اجي شكون اول واحد دار ندوه صحفيه؟ الوكيل العام انت القضيه ديال عفاف برناني هما كانوا حاضرين الخبره انتوما لا الخبره ديال انتوما شنو؟ يومين تصريحات اييه بعدين التصريح المشكل هو الصراحه في التصريح اه هذا هو المشكل ولكن التصريحات للاسف لم تكن صريحه من طرفكم من طرفكم انتوما ابدا انتوما قلت لهم الفيديو كاع ما كاينش ما كاينينش ما كاينينش وانت شكون هذا؟ ثبت ما كاينينش دابا ثبت ما كاينينش ياك او ثبت شوف الاخوان الفيديو قال لك ما كاينينش اوه قال لك ما كاينينش واش عرفت قال بوعشرين في التصريحات ولا ما عرفتش شنو قال شكون في الحضر تاع اول جلسه نهار سامعوا له قال له قال لهم بالضبط نعطيك قال لهم انا جاو خداو هاد الناس خداو صور تاع وجهي وجه اللي جاو عندي وداروا مونتاج راه كاين في الحضره هذا جوج مرات قالها ايوا ماشي ما قالش ما كانش قال خداو الصور وداروا المونتاج وبذلك فان الفيديو مفبرك ايوا اللي قالوا هو العبره بقو كاين في المحضر نجيب لك انا التصريح ديالو عندي وخرجته غير البارح كنت كنراجع ما حضرش نص ساعه اياك دابا هادشي اللي ترفعوا به هذه الحقيقه لما انتم كنت تبعوكم شي يقول الرضائيه شي يقول ما كاينش شي يقول كاين مزور شي يقول هو راجل حلاوي دابا كل المحامي تاعو كل واحد يوضح حنا عندنا واحد تصريحاته غنناقشوا سمعتكم واحد دخل يما الحبس وخليو بابا تماك طحنوا بابا هو راه طحن الضحايا وراه باش يكتب اش جاب الكتبه هذيك والله واخا يكتب يكتب تلعب الجاج شكون قال له ما تكتبش راه باقي يكتب الله يعاونك تب على كتب اش بغيت تدخلوا هذه بهذه الجاج مشيت ان شاء الله هذوك الضحايا شكون مخدوم انت هما تنجاوبك في الفيديو مخدوم تنجاوبك كلشي مخدوم تنجاوبك في القاعه نجاوبك هنا لان انت بغيتي تعرف شنو تحت راسي تحت راسك انت اش غتقولوا واه وقال لي تقال قلت له في الصحافه قبل ما تقول في القاعه كاين ماشي هو ماشي هو لا ما تخافش لا ما زورش لا موجود هو قال لك الصوره ديالي وجهي وجه البنات اللي جو عندي ولو كور ماشي ديالي هذا قول ونحاسبوا على قول دونك طونونوس كاينه كيفاش طونونوس طونونوس هذاك ملي كتزومي اي تقولي التليفون كتزومي تقرب يدك تبان لك كبيره شنو كيبان كبير اي حاجه حتى يدك ديرها قدام تزومي كتبان لك كبيره هذه معروفه هذه باب اي واحد شكون اللي كان كيزومي شكون شكون اللي كان كيزومي كيتمشى هو انا اللي تمشى وقرب الكاميرا ملي يقرب الكاميرا بان لها كبير حدا دابا ملي كيقرب الكاميرا مخرج ماشي كيما من بعيد باخ مخرج هذاك خص هذا انسان ساذج دري صغير عنده ربع سنين زلق ما يعرفهاش واو كيبعد باش يزومي باش يخبط الصور واش عندك خصو ذكاء السوشيال ميديا انتم دابا اللي جيتوا تفهموا في التصاور وكيفاش بيكسيت كلشي كلشي مقلوب عندك الحمد لله المهم الحقيقه المهم ظهرت وغتاكد المشكل انا باش اللي ارتحت له هو انكم انتم اقتنعتوا باللي هو وباللي داير لدرجه بقيتوا تناقضوا في هضرتكم دونك ما كانش شي خطه وحده رؤية واضحة اللي كيكون التناقض بعد مرة غير بغى يغطي الشمس بالغربال وصافي هما واضح ثاني التناقضات غتستمر إلى حين النطق ما عندهم شي حاجة غير التناقض لا داخل القاعة لا خارج نعطيكم مثال البارح ملي كان المروري رافع البارح هذا ما كانش لا ولا البارح نهار الاثنين كان نهار الاحد المهم نهار الاثنين باط نهار الجمعة باطلة اليوم عاد الاثنين نهار الجمعة نهار الجمعة الخبرة باطلة باطلة ماشي باطلة التناقض هذا كمل قال له هاد الخبره فيه هي دليل البراعه اذا متناقضه راه باطله كيفاش البطلان اللي هو عدمي ولي دليل البراعه واش هاد الله منطق خدامين به نيمتا الخبره الى حين ظهور الحقيقه الخبره خلعتكم خفتوا منها والله الا فعلتكم وين هذيك الله اقسم لك اش تخلعتوا علاش واش باش تخلعنا اجي قلت لهم انت في الخبره اجي قلت لهم الدين ما بغيش الخبره
لان خفنا تقول لك هادشي مزور غنورطوا الامن. كان شي قلت له ما قلتوش ابدا. اقسم لك بالله لو قلتو كان حق ودخلت انا وقلت لك اصدي علاش تخاف من الامن؟ الا كان شي حاجه مزوره تحمل مسؤوليه واللي زور يمشي للحبس ولا كذا دابا يمشي بحالو. عفا برناني شكون اللي كان تزور تعفيه الدار لا عفا برناني كذبات عفا تشرات وتقلبت تصريح وماشي غير حالها راه كاين بزاف حالات الضحايا تجر في البشر في العالم كامل عندهم هاد القلبه كيتقلبوا اما خايف اما عنده مصلحه اما بغى يدير. عفا برناني نهار اللي كذبت ما عرفتش باللي عندها فيديو تاع الجنس ومنين جات ما قدرتش تشوف فيهم غبطت عينيها عقلنا ما عقلتش الفيديو ديال الجنس عفا برناني جبتو اسمع الحلاوي قلت لهم هذاك الفيديو اللي قلت لكم انا فيه راه ماشي انا راه هي قالت لها علاش عمرك كنت معاها في الحمام بالعين المجرده بالعين المجرده كتبان لك هي ما عرفتش راسها ماشي لا ما لا هي تهمت راسها قالت لك هذيك انا وهي ما بغاتش تعرف راسها بو 20 ما بغاش يعرف راسه طبعا بغى يعرف راسه وكل شيء واضح وي اسماء قالت لك ماشي انا اسماء قالت لك انا ماشي انا حيت الشكل لا حيت لا كوب لا حيت لا كولور لا حيت لا طاي والشاهده اللي كتشوفهم كتبان لك هي واخا الدليل انا غنعطيك الادله تاع فرنسا والحكام ان ملي قال لها شوفي هبطت عينها بغات تشوف اوه فماشي هي تشوف هذا هو الدليل في فرنسا بيان سور بيان سور علاش باك تصبتوا عينيكم الاخوان الاخوان باك تصبتوا يدي باك تعملوا عينيكم الارض راه تشيل الحبس بالتجار في البشر لا ماشي تجار البشر لا لا ولا شفتي في الارض ولا شفتي في الارض ولا اعتراف لو تا لا كولور لا طاي كل شيء باينه وهي ما قدش تشوف هي ما اعتقداش باللي عندها الفيديوهات هادشي قالت غنكذب ونقلب ولكن حسب التسجيل ودانت هذه العبقريه ديالكم كاين شي واحد ينوب عليها ونوب على المتهم ينوب على الشاهد ونوب على المتهم ياك مزعلي انت كنوب عليها وتنوب على المتهم ما يمكنش تصالح متعارضه هي الشاهده ماشي متعارضه ما عندها علاقه بالضبط دونك هي مضامنه معاهم صافي هادشي